الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة مع هذا السن القادم بكل قوة إلى عالم الأصايل، سن الحجايج، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. انطلاقة سليمة لهذا الشوط، شوط خاص بفئة الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نتابع الصدارة والبداية والمقدمة وسليل اللي قاد المجموعة، عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي، من يقدم سليل على مقدمة هذا الشوط. الساعي مع المركز الثاني لمحمد بن حمداني بن سالم العامري. نتابع المركز الثالث ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر كسار للسير بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي. الدور دور المركز الرابع، رابع التحديات وأرى مدهال لعمير بن سيب بن معضد المشغوني، من يقدم مدهال على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، التسلل من الجانب الاخر، من الجانب الاخر معاند لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري والقدوم والتسلل، التسلل في هذه تابع القدوم في هذه اللحظات وأرى التسلل، التسلل التسلل في هذه اللحظات مع الفارس لنايد بن مسلم بالزفنة العامري، من يقدم الفارس اللي بدأ يتسلل بدوره على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد اليابري، ومع المركز التاسع، المركز التاسع شيبوب أيضا يتسلل في هذه اللحظات. سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب الاخر بيضان لسعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري يتسلل بدوره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه، هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده مع الصداره والبدايه والانفراد الواضح والباين على مقدمه هذا الشوط. وارى سليل، ارى سليل يقود هذه الجمهور، ينفرد بناموس هذا الشوط لعمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي. التحديات مع بيضان بدأ يتسلل على مستوى المركز الثاني لسعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري، ياتي بدوره مع المركز الثاني، ذكرناه مع المركز العاشر، يتسلل تسلل باين وملحوظ على مستوى المركز الثاني. بينما تطرقنا مع المركز الثالث الفارس لنايد بن مسلم بالزفنة العامري، والقدوم ايضا مع مدهال الأمير بن سيب بن معضد المشغوني. المركز الخامس، التقدم، التقدم لبرزان لمحمد بن إبراهيم بن سيف المسافري، يتسلل بدوره مع المراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة مع تحديات سليل اللي انطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية يا الشوط بهذا الاندفاع الواضح والباين على الصدارة. مغادرتنا لل 800 متر النهائية الخطيرة والتحديات الواضحة، ولكن بيضان واللحظات الأخيرة، تحديات هذا الشوط، سليل بيضان سليل، اللحظات الأخيرة، التسلل لبيضان بشعار حمدان بن سعيد بن حمدان بن بخيت الحميري اللي بدأ يتسلل، ولكن سليل صامد على المقدمة، يقدم عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي. القدوم أيضا مع برزان لمحمد بن إبراهيم بن سيف المسافري، متابعا لبرزان مع المركز الثالث. اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، بيضان سليل اللحظات الأخيرة، وبرزان قادم مع المركز الثالث بهذا الانطلاق المثير، ولكن سليل برزان قادم من الجانب الآخر. بيضان سليل، الموقف خطير في هذا الشوط، ولكن التسلل مع برزان اللي برز في اللحظات الأخيرة بهذا الشعار محمد بن إبراهيم بن سيف المسافري. سلام للمسافري، سلام. المركز الثاني سليل عمر بن عبد الله بن حاذ الاجتبي، المركز الثالث بيضان لسعيد بن حمدان الحميري، المركز الرابع الفايز بشعار سعيد بن مطر ميثي، المركز الخامس مهول لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط اللي حمل التحدي والإثارة
حتى اللحظات الأخيرة لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. وبرزان اللي برز في الأمتار النهائية وانتزع ناموس هذا الشوط، واهدى السلامات لمالكه محمد بن ابراهيم بن سيف المسافري، ياتي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 44 ثانية ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا لمالكه محمد بن ابراهيم بن سيف المسافري ولحظات وصوله الى خط النهاية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي سليل لعمر بن عبد الله بن مطر من حاضر الاجتبي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 44 ثانية اربع اجزاء من الثانية، واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني 4 دقائق 45 ثانية ثمان أجزاء من الثانية توقيت بيضان. تهانينا لحمدان بن سعيد بن حمدان بن بقيت الحميري.